برحب بحضراتكم من بعد الفاصل. وزي ما اتكلمنا في اول الحلقه ان المصريين بيحتفلوا بحاجتين كده بتجمع بين الاخوه والمحبه، عيد القيام المجيد وطبعا شهر رمضان الكريم. بنحتفل باخر ايام الشهر الفضيل. عيد سعيد على كل المصريين. في المشهد المصري الاصيل ده شفنا لما اتجمع المصريين مسلمين واقباط على الصيام في رمضان وقبل عيد القيامه، وسهروا في السبت النور والعشر الاواخر يبتهلوا ويدعوا الله سبحانه وتعالى. احنا النهارده قررنا ان احنا نحتفل مع حضراتكم بفقره في الحقيقه مختلفه من الترانيم والتواشيح واغاني العيد مع المطربه ميريتي عماد والمبتهل عبد الرازق الشهاوي. برحب بيكم، اهلا بيكم في صباح الخير يا مصر. منورنا. شكرا. كل سنه طيبين. ربنا يكرمكم. طيب وبخير. الله يكرمكم. وشوش جميله، صغيرين في السن انتوا الاثنين، مبسوطين قوي ان انتوا معانا النهارده. في الحقيقه فقره احنا متحمسين لها جدا جدا. ميريتي، يعني قبل ما نبتدي باي حاجه عايزين نسمع منك كده ترنيمة عيد القيامة. أوكي. هي ترنيمة باللغة القبطية، هي بتقول إخريستوس أنستي، يعني المسيح قام. تمام. شوكة الموت كسر لما قام وانتصر بجلدته الشفاء وهو نبع السلام. إخريستوس أنستي، إليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام، غفر أثمنا، غفر أحزاننا، بجلدته الشفاء، وهو نبع السلام. إخريستوس أنستي، إليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. الله عليك. لا انت ترد عليها. شكرا. عشان نتكلم معاك انت ترد. نقول حاجة عن رمضان؟ يلا. طيب يلا. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام، وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن. ياللي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن. تعالى نصلي على العدنان، تعالى
نصلي على عدنان ونطلب من مولانا الرحمة. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. الله الله عليكم الاثنين بصراحه. شكرا على البهجه كده على الصبح ما شاء الله، يعني الناس مبسوطه والله اكيد. شكرا يخليك. شكرا كده لسه بنسخن لسه بقى يعني الاثنين صغيرين هيشتبكوا هما الاثنين مع بعض. لا الله لنا حالك اكيد ان شاء الله. انت شفتي عايز منافسه؟ انا عايز اشوف المنافسه. ليه ليه؟ لا ما ده كويس، المنافسه في الحاجات دي حلوه. طبعا. طيب اوكي، احنا انا هبتدي بمولاي وبعدين ممكن نقول حاجه مع بعض، نشارك حاجه مع بعض. هو ده اللي انا مستنيه. ممكن هي تقول نشيد مثلا وانا اقول ترنيمه، ايه رايك؟ هو ده اللي احنا عشانه. يلا بينا خوه وطنيه يعني. يلا مولاي يا مولاي مولاي، اني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، من أحن منك ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي اتكل عليه. يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام، يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام، حلل المشاكل صانع السلام، حلل المشاكل صانع السلام. هذه القوة في غير انتهاء، كيف جاءتكم جموع الشهداء؟ أي سيف قد تسلحتم به؟ أيها العزال في ساح الدماء، نولتم الأمجاد في دنيا ودين، وهزاتم بالطغاة الملحدين. لم تموتوا أيها الأبطال، بل قد سكنتم في سماء الخالدين. لم تموتوا أيها الأبطال، بل قد سكنتم في سماء الخالدين.
قد سكنتم في سماء خالدين. هايلين، قالها كويس، قالت الترنيمه كويس. اه طبعا، وهي قالت النشيد كويس. هو كمان يسالني على مولاي. ما شاء الله عليك. يعني انتوا الاثنين فعلا موهبتين حلوين قوي، كبار قوي على سنكم. يعني انتوا الاثنين الحمد لله، ميريتسيا 17 سنه وشهاوي 20. نعم. فصغيرين قوي على الموهبه الكبيره دي. لكن حابه اعرف منكم طقوسكم، طقوسك يا ميريتسيا في العيد ايه هي، وانت يا شهاوي في رمضان طقوسك في العيد عامله ازاي؟ طيب اوكي. الطقوس طبعا احنا امبارح كان اسمه سبت النور. اول حاجه لازم نعملها ان احنا بنولع التلفزيون علشان بنشوف القدس بيعملوا بث مباشر، ان القبر بتاع السيد المسيح بيطلع نور. النور ده بيقعد مده 33 دقيقه، عدد عمر السيد المسيح. فطبعا اول حاجه بنعملها ان احنا بنفتح التلفزيون ونقعد نتفرج على الجمال. انا جسمي كله حرفيا بيقشعر لما بشوف، هو بيبقى نور بجد. يعني الناس بتبقى ماسكه الشمع بتعمل كده بايديها ووشها، مش بيحرقهم فبيبقى نور. فدي اول حاجه بنعملها. بعد كده بقى طبعا تجهيزات بقى، شعر بقى واللبس وكده. بعد كده بنصلي طبعا في البيت كلنا مع بعض. بعد كده بننزل الكنيسه بنقف بنصلي مثلا من الساعه 7 بعد كده للساعه 12، وفي الاخر في تناول. بعد كده نروح البيت بقى ناكل بقى اللحمه والفراخ اللي احنا انحرمنا منهم 55 يوم. باين عليك. ايوه بقى خلاص باين عليك اخيرا. بس دي كانت الطقوس. يعني طقوسك؟ طيب انا في رمضان السنه دي كان مختلف معايا شويه، لان انا كنت في المملكه العربيه السعوديه. كنت بمثل مصر في حاجه دوليه، في برنامج دولي اسمه عطر الكلام. حتى كان جالي مسجد ان انا اروح اصلي امام الحمد لله في مسجد في ترويح في رمضان، ولكن لظروف السفر، لان انا لسه جاي اول امبارح تقريبا من السعوديه يعني. الحمد لله. فبس الله يسلم عمرك. فبس ودلوقتي بنصلي الترويح الحمد لله في المسجد يعني. طيب عظيم. انا كمان بعمل حاجات في رمضان بامانه. يعني انا في ساعه الفطار بعمل مع، يعني هي ماما فاتحه محل، فكلنا بقى المحلات كلنا نتجمع ونعمل بلح بلبن وبوزعه في الفطار ان شاء الله. وعملت فيديو كده بقى فوانيس وكلام بقى، وزعت فوانيس على الناس. بامانه. وجبتي فانوس كمان؟ نزلت الفيديو عندي على الفيسبوك، كنت بعمل لهم كده وهم ياخدوا الفانوس. حلو قوي. انا ناس صحابي مصحيين بيتسحروا معايا والله. ايوه بجد. عادي جدا. احنا كل حاجه مع بعض، احنا صايمين مع بعض كمان، مشاركين بعض في السحور وفي الحاجات دي كلها في الاجواء الرمضانيه. هي دي مصر والله، يعني مفيش فرق فعلا بين. ميريتيا موهبتك بدات ازاي؟ انا موهبتي بدات من 4 سنين، ماما اكتشفت صوتي، وبعديها كانت اول خطوه عملتها اللي هو ذا فويس كيدز. طبعا ده كان يعني اكبر نقله كانت في حياتي، كنت في فريق استاذ كاظم طبعا. فهو ده اللي كانت اول خطوه. بعد كده بقى ابتديت يعني ابدا بقى بنفسي، وعملت اغاني خاصه بيا وكده. فدي كانت البدايه، وحفلات الاوبرا، وقلت بقى ابقى اكاديميه اكتر، ودخلت معهد الكونسرفتوار. لازم تدرسي طبعا. بالظبط، دخلت معهد الكونسرفتوار وبقيت بقى بغني اوبرا وحاجات كده بقى عملاقه كده. برافو عليك. بس هي دي البدايه. عايزه اسالك يا شاوي سؤال كده ليه علاقه شويه بالناس اللي بتغني اصلا. يعني هل لما بتسمع الترانيم بتحس ان في شبه بينها وبين التواشيح ده بسبب مثلا ان هي فنون مصريه ولا لا؟ مع ان والله يمكن علشان احنا عندنا في الموسيقى عموما او في الاصوات يعني المقامات. فهي الترانيم او حتى على فكره القران الكريم او الاغاني او اي شيء فيه لحن او صوت بيكون مشترك، يعني في عامل مشترك بينهم اللي هو المقامات الصوتيه. فالمقامات الصوتيه دي انا ممكن اقول قران بمقام كذا في نفس الوقت، اقول اللي بتهال ده بنفس المقام، ممكن اقول الترنيمه برضو نفس المقام. فده العامل المشترك اللي هو المقام. بتختار المقام على اساس ايه طيب؟ على يعني احنا في ايه بالظبط؟ في القران مثلا على حسب الموضوع. يعني على مثلا حسب الآية. في ايات على حسب الايه او على حسب النص بتاع الايه. يعني مثلا لو في ايه بتتكلم عن الجنه بيبقى في نغم للفرح. لو بتتكلم عن النار مثلا بيبقى في برضه يعني بنراعي الحال بتاع اهل النار ان هم بيبقوا يعني بيتعذبوا، فبنجيبها بنغم صبا مثلا اللي هي حزن وهكذا يعني. عظيم. نسمع بقى اكتر ترنيمه بتحبيها. يلا اكتر ترنيمه بحبها. اوكي، هي اسمها انا حي بيك. هي اصلا الترنيمه دي بالمناسبه يعني ان هي اتعملت مره كمان استاذ علي الهلباوي دخل فيها وقدن كمان جوه الترنيمه. الله. ما شاء الله. فهي حلوه قوي يعني. تعرفها طيب؟ يعني ممكن يعني اكون هنزنقك دلوقتي. طيب يلا.
أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب وروحي في الإله. يا من صنعتني سكنت فيا وشئ بيشدني من الأرض للسماء. يا من صنعتني سكنت فيا وشئ بيشدني من الأرض للسماء. ويا محلى تسبح إنسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله وشيء جواه بيزد ويفد ويقول الله يا الله يا الله. شاهقي وزفيري مرهون بنسمتك، تكويني ومصيري مرهون بكلمتك. قولي أنا بحبك تلاقيني كل عندك، وما ترجعني ليا أرجع واشتاق لقربك. قولي أنا بحبك تلاقيني كل عندك، وما ترجعني ليا هرجع واشتاق لقربك. ويا محلى تسبح إنسان سبح لله في مرآة، شايف واخد رايح لله وشيء جواه بيزد ويفد ويقول الله يا الله يا الله يا الله. يا الله الله عليكي. رد بعلي بسرعة. نسمع ونشوف. أنا بحبها اسمها طالما أشكو غرامي. تمام يلا بينا. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدين الجود، وأنادي يا تهامي يا معدين الجود. منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود. خير البرية نظر إلي، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل، يا بحر فضل وتاج عدل، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المانية، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المانية. خير البرية نظر إلي، خير البرية
إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، خير البرية نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. ما شاء الله عليك والله. الله عليك. أنا مرة أسمعها بس رحنا ما شاء الله عليك. يعني. بس ما شاء الله عليك والله. ربنا يكرمك. أنت تسمعي التهليلات في رمضان؟ طبعا أنا يعني. إيه أكتر التهليلات مثلا بتعلق في دماغك كده في رمضان؟ انا مش يعني مش عارفه ايه بالظبط اللي هما بتاع رمضان، يعني اللي هو دي رمضان، بس انا في التهليلات عامه بحبها، يعني انا مولاي بحبها قوي، وقمر سيدنا النبي بحبها قوي، مع ان يعني يلا دي سهل عليكم حلوه جدا. جميله قوي، وبحس ان هي لحنها مريح كده يعني، بسمعها بجد حلوه يعني. طيب نسمعها بس دي اكتر حاجه. يلا 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 نسمعها ونطلع منها الفاصل على طول ونرجع نكمل. ماشي طيب تمام. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. مرحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معانا النهارده يعني موهبتين جمال بنحتفل بعيد القيام المجيد واخر 10 ايام في الشهر الكريم رمضان المبارك. معانا ميريتي عماد والمبتهل عبد الرازق الشهاوي منورينا النهارده، وعاملين دويتو هما الاثنين حلوه قوي مع بعض، فيعني مبسوطين بيكم جدا ومبسوطين ان انتم معانا. شكرا. اكتر يعني ميريتي حابه اعرف منك موهبتك ازاي في الاول نميتي، هل الكنيسه كان ليها جزء، عملت ايه؟ ونفس السؤال ليك يا عبد الرازق، عملت ايه عشان الصوت الجميل ده يعني تنميه؟ هو طبعا الكنيسه كانت اصلا هي اول يعني مصدر، من بعد ماما طبعا، ان اول ما ماما اكتشفت ان انا ودني موسيقيه وماشيه كده على التيمبو، اي حاجه قدامي بتتقال لازم اقولها وراها، فكنت في كورال الكنيسه وكنت على طول طبعا باخد سولو، ف من هنا بدأت بقى القصة. وبعد كده عندنا احنا سهرة في الكنيسة بتبقى كل يوم خميس من آخر الشهر دي، على طول مثلا بنبقى من الساعة 11 بالليل لغاية 6 الصبح بنرنم بس، ف
فكمان يعني اختاروني ان انا ارنم فيها في السهره دي، فكانت بالنسبه لي حاجه حلوه قوي قوي ان كل الكنيسه بتبقى واقفه وشايفاكي وانت بترنمي، فدي بالنسبه لي كانت حاجه حلوه، فادتني قوي ثقه في نفسي، فادتني ان انا لا انا عاوزه اتعلم اكتر وعايزه اكمل. بس هي كانت دي اول حاجه يعني. درازه. طيب، هو انا الحمد لله اصلا انا حافظ القران الكريم منه انا عندي 8 سنين، يعني انا بدات حفظ القران وانا عندي 4 سنين وانتهيت منه وانا عندي 8 سنين، تمام؟ حافظ القران الكريم كله. كله من وانا عندي 8 سنين الحمد لله. ما شاء الله. وانا الثاني على العالم في القران الكريم بالمناسبه، والاول على الجمهوريه كذا مره يعني. ما شاء الله. القران وفي الانشاد الحمد لله. يمكن موهبتي يعني اكتشفت من المسابقات، انا كنت بدخل مسابقات حفظ في الاول، ف وانا بسمع على الشيخ كان يسمعه صوت كويس. فمن هنا كانت ان انا انمي الموهبه بتاعته كده، بعد يعني بدات ان انا ادخل مسابقات صوت، بدات ان انا انمي الكلام ده لحد يعني رحت درست مقامات عند الدكتور طه عبد الوهاب، حتى الحمد لله انا بقيت يمكن بدرس دلوقتي انا المقامات الحمد لله. يعني بدات بقى يعني انمي نفسي شويه، ادخل مسابقات، اخد مراكز على مستوى المحافظه عندنا في الاول في الغربيه، بعد كده على مستوى الجمهوريه، بعد كده الحمد لله سافرت بره دول كتير يعني، ويمكن كان اخر مركز انا حصلت عليه كان المركز الثاني على مستوى العالم. برافو عليك والله. طيب، هل قارئ القران ينشد سهل ينشد؟ هو انا دايما اقول، وعلى فكره انا قلتها هنا المره اللي فاتت، قلت ان قارئ القران من السهل جدا ان هو ينشد، تمام، لكن المنشد صعب انه يبقى قارئ. صعب يبقى ليه بقى؟ لان القارئ يعني المنشد مش مقيد بحاجه، مش مقيد لا بتجويد ولا بوقف ولا ابتداء ولا صحيح. احكام ولا مدود ولا اي حاجه، لكن القارئ بيبقى ماشي على نمط معين، المد ده يا 2 يا 4 يا 6 ما ينفعش يزيد عن كده، لكن المبتهل او المنشد هو براحته يعني، فمبقاش مقيد شويه، فعلشان كده المبتهل او المنشد صعب انه يبقى شويه قارئ، لكن القارئ خلاص هو مع الصعب فمش هتسهل. صح. ميريتشا، انت عفوا انت قلتي ان الكنيسه اختارتك انك تغني ترنيمه قدام الكنيسه كلها، فاكراها؟ هي ترانيم كانوا كتار قوي، كان من ضمنها وهي دي اللي حسيتك انه هي كانت اسمها إلهي حبيبي، هو انا بجد بعشق الترنيمه دي اصلا. نسمعها منك. اذا ايديا ثابت في مرة ايدي يدور عليا وياخدني اليه، اقول وكل أهات يزود حنانه وينسى اللي فات، إلهي 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 الحبيب، إلهي حبيبي وربي يسوع، ومسح تملي بحار دموع ومالي حياتي بنوره العجيب، ودايما لجرحي شفاء والطبيب، إلهي 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 الحبيب. إذا إيديا ثابت في مرة إيديه يدور عليا وياخدني إليه، أقول له سامحني وكل أهات يزود حنانه وينسى اللي فات، إلهي 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 الحبيب، إلهي حبيبي وربي يسوع، ومسح تملي بحار الدموع، وبلقى في صدره الدفا والأمان، ما هو المحبة وهو الحنان، إلهي 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 الحبيب، إلهي حبيبي وربي يسوع، ومسح تملي بحار الدموع ومالي
عجيب ودايما لجرحي شفاء وطبيب. إلهي 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 الحبيب. طبعا لا يمكن تنساه. طبعا عشان هي مميزه كمان جدا يعني الترنيمه دي يعني عشان هي كلماتها كمان حلوه قوي والمقام طبعا بتاعها لايق على الكلام اكتر فبتحس قوي فكنيسه كلها لما بتقولها بتحس ان كلنا عايزين نعيط كده. وانت بتقولي يا حلوه قوي كمان. يا ريت جهزتوا الرنجه والفسيخ ولا لسه انتوا الاثنين؟ جهزناهم طبعا. دول اول حاجه بيجهزوا في اول يعني بيجهزوا من اول رمضان بجد علشان انا بحبهم قوي. ما احنا هنستنى شويه ولا هتعمل ايه؟ لا لسه شويه زائد ان انا مش بحبهم قوي والله. للاسف يعني بس بحب الرنجه بس لا اول رنجه بقى الفسيخ والحاجات دي معاها. طيب مش بطن ليها يعني. طيب هتسمعني ايه دلوقتي؟ نسمع ابتهال ولا نشيد؟ يلا ابتهال. ابتهال؟ ماشي. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول السلام. الله عليك. ربنا يكرمك. شكرا. انتوا الاثنين يعني حققتوا كتير قوي يمكن في سن صغير ولسه بتقولوا يا هادي يعني ميريتيا لسه 17 سنه عبد الرازق لسه 20 سنه حابين توصلوا لايه يعني طموحكم واصل لفين؟ ميريتيا ليديز فيرست بقى. لا انا طموحي واصله لغايه لما يعني احس ان هو ان انا كده عملت اللي عليا. انا عايزه اعمل كل اللي عليا وعاوزه اشوف يعني ربنا لسه مرتب لي ايه قدام واعمل يعني قثارة جهدي خالص بقى لغايه لما بقى اوصل لحاجه تشرف اهلي وتشرف اصحابي وكل الناس حبايبي يعني. انت موهوبه ما شاء الله يعني وطالما مجتهده وبتدرسي وبتتعلمي فاكيد ان شاء الله هتوصلي اللي انت عايزاه. يا رب ان شاء الله. وانت يعني خامه صوت بامانه يعني في الشباب او في الجيل ده انا ما سمعتهاش قبل كده. ربنا يكرمك. تشرف ليا والله. فنفسك تحقق ايه؟ انا ليا حلمين. حلم للدنيا وحلم الآخر. أقول الأول. حل. أقول إيه؟ الآخرة معروف. الآخرة طبعا يعني أن أنا يعني الناس تسمع صوتي عشان إحنا يعني كلنا ناخد ثواب. بس ده الحلم الآخر. لكن الحلم الدنيا وإن شاء الله يعني أو الأمنية اللي أنا عايز أحققها في الدنيا أن أنا أكون قارئ في إذاعة القرآن الكريم. إن شاء الله. بتسعى لكده؟ انا دخلت الدوره الحمد لله ومستني الاختبارات ان شاء الله. طيب عظيم ان شاء الله. تستاهل يعني. تستاهل ان شاء الله كل التوفيق. احنا عايزين نختم بقى ايه بحاجه كده تعمل حالة عند الناس. حاجه مشتركه بينكم انتوا الاثنين. انت مثلا تقولي لنا ترنيمه وانت تشوف حاجه تدخل بيها. انا بس هبدل الترنيمه بلحن كنسي بقى يعني. ماشي مفيش مشكله. لحن ابتي كنسي. طيب وانت عبد الرزاق ممكن الاذان مثلا. الاذان ايه رايك؟ ايه هي تقول الترنيمه وانا اذن اللحن مع بعض. بس انا يعني هاذن من بعيد كده يعني. ماشي قصدي اللي ماشي عظيم. صوت كده خفيف معاها عظيم جدا. ايه رايك؟ عظيم جدا. يلا
هون يا ريت كان معايا كليانتو بتاع الكنيسه كان يبقى احلى، بس مش متعوضه. متعوضه ان شاء الله الفقره جايه. انت عارفه تدخل امتى طيب ولا احنا؟ بص احنا يلا بسم على الله. احنا على الله. اديله طيب، اديله الكيو بتاعه. ما حضرناش اي حاجه والله خالص. ما انا واخد بالي. اديله الكيو بتاعه طيب عشان هو يبدا. الله اكبر. تمام. شيريني ماري يا الله عليكم. طبعا ده كان ممكن يحصل لو مسجلين، لكن لو بنعمل هوا زي ما احنا قاعدين دلوقتي لايف صعب جدا، صعب ان كل واحد يركز. جدا جدا صعب ان كل واحد يركز في المقام اللي هو شغال بيه. هو تارجت يعني عملناه الحمد لله، لان لو حد مش متمكن او كده ممكن يحصل نشاز او حاجه. طبعا انا فاهم، انا بقول لك ده بيحصل حتى لو محضرين كمان على فكره. حتى لو محضرين ده بيحصل، بيبقى ده متسجل وده متسجل وبيبتدوا يركبوا صوتين على بعض. ده بيحصل، انما انه يطلع لايف ما شاء الله عليك. حصلت قبل كده فعلا، كان في شمامسه وبرده كانوا بيقولوا انشاد وكانت مع بعض برده، كان لحن والله اكبر، فبرده نفس كان هوا برده. الله عليك الحمد لله ربنا استرها ما شاء الله عليك. يعني موهبتين لسه في مقتبل العمر، هما الاثنين النهارده قدروا من غير ما يكونوا محضرين يعملوا لنا حاله كده من الاجواء اللي موجوده في الحقيقه في مصر كلها. يعني رمضان مع عيد قيامه مجيد، مسلم ومسيحيه منورنا النهارده، عملوا اجواء فعلا هي دي مصر. يعني انتوا حسستونا انتوا الاثنين ان هي دي مصر. طبعا كلنا بنحتفل مع بعض وكلنا مبسوطين، وعايشتونا كمان في اجواء احلى واحلى. كل سنه وانت طيبه مريتي يا عماد. يعني بنتمنى لك مزيد من التوفيق. كل سنه وانت طيب كمان عبد الرازق الشهاوي. بنتمنى لك المزيد من التوفيق. انتوا الاثنين شكرا ليكم، شرفتونا ونورتونا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.